ثبت لدينا بعد كشف عدد من التجار من تجار المخدرات في المنطقة الجنوبية وبعد التحقيق معهم أن من يقوم بجلب هذه المادة المخدرات والحشيش والهروين هو أبو صدام البدوي، يقوم بالتعامل مع حزب اللات في منطقة السويدة عن طريق أحمد العودة وبعلمه، ويقومون بتزويد المنطقة بالمخدرات، وهم من قاموا بترويجها في المنطقة.